يا ريت كنت بعرف من قبل واخذنا احتياطاتنا، بس ما كان عندي علم انه الاسانسير معطل، ولا عندي علم عن المشاكل اللي عم بتصير فيه. اكيد في كتير ناس عم بيشتغلوا هنيك، وكل واحد فيهم خبير وناجح بعمله، بس طبيعي باي مكان يكون في انسان فاشل. اي نعم، كان في امل، واللي صار بزعل وبيوجع وبيقهر. أنا بوعدكم إنه رح نعمل كل شي بيطلع بإيدنا لحتى نقدر نداوي جروح العائلات اللي فقدوا أهليهم. أنا باسمي عم بوعدكم، لأنه هيك حادثة ما بتليق أبداً باسم شركتنا يلي أسس المرحوم أبي. طفي هالمسخرة مروة، هذا عم بيكذب. أنا متأكدة إنه بيعرف بالموضوع. منيح إنه بابا حكى كل الحقيقة، وبكرة بعد التحقيق كل شي رح يبين. إياس بيك، النائب العام عنده شغل، خلينا نكمل. من بعد اللي صار، أول واحد راح على مكان الحادث إياس، لهيك متأثر لهي الدرجة. يعني بصباح يوم الحادثة أنت إجيت على الشركة مع عدنان ديميركان، مزبوط حكي؟ إيه، طلعنا بالأسانسير سوا. طيب، وكنتوا لحالكن؟ اي كنا لحالنا. طيب وانتو طالعين بالاسانسير في شي حدا طلع او نزل معكن؟ ولا حدا. احكي لي شو صار معك، عم بسمع. طلعنا على الطابق الـ14 ودخلنا على غرفة عدنان. خبرني اي غرفة بتقصد؟ غرفة الاجتماع، بظن هيك قصدك. اي صح، غرفة الاجتماع، لانه شركتنا عندها انشاءات جديدة وعملنا اجتماع مع عدنان بيك بهالخصوص. طيب وانتو عم تعملوا الاجتماع او لما كنتوا برا، في حدا اعطاكن اي معلومة او شي وثيقة بتخص الاسانسير؟ لا ابدا. يلا بابا البيس. الحمد لله. سلام. الله يسلمك دكتور، طمني. إن شاء الله ياسر صار منيح، شلون شايفه؟ لو علي أنا بخليه هون لسه 3 أيام، بس قال لي بناتي ما رح يرضوا. والله البيت ما حلو بلا. في كسر بالأضلاع وأعضاؤه يلي تعرضت لنزيف داخلي تعباني، إذا لاحظتوا أي مضاعفات على المشفى فور. طيب أنا منيح دكتور، لا ترحبون، هلأ بيخنقوني وما بيخلوني يتنفس. سلامة. شكرا قلبي. دكتور العفو. عزبناك معنا دكتور. وينه فاروق؟ يلا روحي وقفي لنا تاكسي بسرعة نورة. ما في داعي للتاكسي، منروح بالباص بنتي. بابا ما سمعت الدكتور، لازم ترتاح هاي الفترة. خلاص. مرحبا. وين المحل؟ الحمد لله. حضرتك ياسر بنار؟ تفضل. بدك تروح معنا على مديرية الأمن. بس بابا عطى أقواله ومشي الحال. ما بدنا ناخد أقواله، أبوكي رح يتوقف. شو قلت؟ تفضل. شو يعني هذا الحكي؟ لوين أخذينه لزوجي؟ لو سمحت بابا. ما تخافي يا بنتي. استنى أكيد. شو يعني رجال مريض؟ لو سمحت توقيف، شو هذا اللي عم تحكي عنه؟ اسمعني، بابا عطى أقواله، ليش بدكن تاخدوه؟ مالكن شايفينه رجال مريض ولسه هلأ طلع من المشفى؟ ما فيكن تاخدوه بهاي الطريقة. بابا فهمه لو سمحت. ما تقلقي يا بنتي، أكيد في غلط. لو سمحتوا ما تعملوا هيك، لو سمحتوا ما فيكن تاخذوه بهي الطريقة، هو لساته تعبان، ما بيصير تعملوا هيك، بترجاكن وقفوا. الشرطة أخذت الرجال من المشفى. وفي شي بخصنا؟ لا ما في، كل شي تحت السيطرة. برافو. إياس ما بيعرف أبداً إنه الرجال تعافى ولساته مفكره إنه عم بيموت، وما لازم يعرف. تفضلي فوتي. بابا
بابا. بنتي؟ بابا. لا تخافي أنا منيح. انتبه. بنتي. الحياة مو حلوة من دونك. وكمان مو حلوة من دونك ومن دون اخواتك. بابا شو الموضوع؟ شو صاير؟ فهموك شي قد ايه لسه بدهم يخلوك هون؟ في كم عمل بالمشروع شهدوا ضدك. كيف يعني؟ بابا مين هاد يلي شهد ضدك؟ مو مهم بنتي. ليك بابا، أنا هلأ لقيت محامي ورح روح لعنده، أنت ما تقلق أبداً. بنتي، أنا لحد اليوم مرقت بالكتير وانظلمت وتعذبت، بس للأسف ولا مرة قدرت أني أخذ حقي. ما رح أقبل ابنه، هذا اسمه ظلم، وأنا مستحيل أقبله. بابا يمكن أنت تتحمل أنك تبقى بلا بنت، بس أنا ما بتحمل أني يكون بلا أب، مستحيل. يعني انت عم تقولي انك كتبتي هذاك الطلب بالنيابة عن مين؟ بالنيابة عن بابا. والتوقيع لمين؟ لبابا. بس انت ما شفتي عم يوقع، في طلب يتقدم بلا توقيع. معك حق، بس كيف ما كان الطلب، المهم انه هو قدمه. لا مو مزبوط، العدالة بدها اوراق ووثائق لنسبتها. يعني انت عم تقول انه ما في امال؟ معقول ما حدا يقدر يدافع عن شخص انحبس ظلم؟ ابدا، بس أنا بحب أوضح الأمور. بالأول خلينا نحكي بالتفاصيل وبعدين منقرر شو لازم نعمل. إذا بدنا ندافع عن حدا لازم يكون في دليل، وإن شاء الله نوصل له. قصدك تقول في أمل مو هيك؟ في، بس ما في وقت. المهم هلأ كون حادثة فيها موت، لازم تعرفي أنه أبوك رح يتحاكم هو بالسجن. أنا لسه ما شفت الملف، بس واضح أنه الطرف الثاني عم يشتغل بقوة. بصراحة في عالم عم تتهم أبوك وتقول عنه، مع أنه كان بيعرف أنه الأسانسير معطل خلى العمال تطلع فيه. ومين هدول اللي؟ أكيد هدول العالم اللي باعوا بابا كرمال المصاري. ما فينا نعرف لأنه بالمحكمة ما بيكشفوا عن الأسماء. ليك بدي منك هلأ سجليلي رقم تليفونك هون، خليني أعرف إمتى رح يحولوا على المحكمة وأفهم كل الأمور، وبعدين بتصل فيك وبخبرك. تفضل. بنتي أنتي وطالعة أطفي تحت الشاي، المطبخ على اليسار. العدالة لك افهموا، ما في عدالة. امبارح نطرتك كتير، ليش ما اجيت فهمني؟ كان عندي جلسة وما رديت على تليفوناتي. ما بعرف وين تليفوني. طيب قدرت تلاقي شي؟ يعني في اي تطورات؟ رحت على المشروع وما حدا اكد لي انه ابوكي راح على الشركة، بس قالوا لي تأخر عن الشغل ساعة ونص وماله بالعادة. طيب بهذا الوقت هو راح على الشركة وقدم الطلب؟ هذا برأيك. شو قصدك؟ اسمع بابا مستحيل انه يكذب، اذا انت مالك مصدق كيف بده يصدق القاضي؟ المحامي الشاطر ما بيصدق بسرعة، لازم يقتنع بالاول. يعني نحن بحاجة دليل مو حكي فاضي، فهمتي؟
بابا. لو سمحتي. بابا. لو سمحتي. احكي. بابا. 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 احكي شي كلمة. قول أي شي لو سمحت بابا. بنتي خليكي جنب أمك وأختك. ياسر شو قصدك بهالحكي؟ شو هذا اللي عم تقوله؟ بترجاكي ما تبكي. خليكي مثل ما بعرفك قد حالك وقوية. لا تضعفي بنتي. وعديني إنه تضلي قوية. ما تاخدوا بترجاكم. لو سمحتي بترجاكم بعد عن طريقنا. بابا. بابا. إذا بتريدي. بترجاكم ما تاخدوا. لو سمحتي أنت ما عم تخلينا نشتغل شغلنا. بابا إذا لو سمحتي يا أزي. فيروز. تعي بنتي. بابا. ياسر. بابا. نورة. ياسر. ما تبكي يا بنتي الحلوة. انتبهي على حالك ما بدي وصي. بابا ما رح أتراجع سمعت. ما رح أتراجع ورح أثبت إنك قدمت هداك الطلب حتى لو بدي موت. أنا رح أكشف الحقيقة بابا وأنت رح تطلع من السجن ورح ترجع تعيش معنا بابا. 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 الله يفك أسرك. انتبهي منيح، إذا قربتي من عدنان ممكن تموتي. ما بعرف شو غايتك ومين ناوية تساعدي، وصدقيني ما بدي أعرف شي، بس بنصحك تتراجع. يا ريت لو فيني اتراجع عن كل شي بدي أعمله، بس مجبورة ما عندي حل تاني. طيب أنا كيف فيني ساعدك؟ شو المطلوب؟ لازم يلاحظ وجودي وبدي ألفت انتباهه بأي طريقة. كرامته بتهمه كتير، ووقت ما تعطي أهمية بجن بجن على الآخر وبتعجبي. مو بسهولة قدرت أتخلص منه، رحت على معالجة نفسية وقالت لي إنه عدنان واحد مغرور، وصرت أتعالج بعد ما تركنا. علاقته مع الناس عطول علاقة البيك والعبد، وعلى طول بزل العالم قدامه، وما بعرف شو المرض النفسي اللي عم بيعاني منه. بيحب يعامل يلي حواليه على إنهن عبيد مثلي أنا مثلا. يلي حكيتيه هلأ كتير مهم ومعروفك ما رح أنسى. بتمنى يفيدك. شكراً كتير إليك. انتبهي منه. مثل ما طلبتي اسمك ضل نفسه. بابا اختار لي اياه، ما بدي غيره. اسم العيلة أوزوم، والأب والأم متوفين، ربيانة بالميتة، كل شي واضح مثل مشايفة قدامك، لأنه أنا ورفقاتي اشتغلنا منيح على الموضوع. بقدر أعطيهم رقمي الوطني من دون مشاكل صح؟ يعني بدي أتوظف وأكيد رح يدخلوا على النظام. خليكي واثقة من شغلنا، كل شي عملناه نظامي. يا بنت طلعنا هويتك من دائرة النفوس بتصدقي؟ وشهادتك بكرة بتجهز، لا تشغلي بالك. بس بكرة مقابلة الشغل. الصبح بتكون بين إيديكي، لا تخافي. معقولة نبعتك بدون شهادة؟ كل شي من عنا صار جاهز. شكراً لك. ايه شو هاي؟ شكرا. خلص جلال شبك. اكيد هذا مو فعل خير، ونحن بالنهايه حطينا واسطات. هاي الشغلات حبيبتي ما بتصير ببلاش. ما معي مصاري بنو، هذا بيمشي حاله.
ايه بيمشي حاله، رح اخده. لازم اعمل كل شيء مثل ما خططت له، بدي اعمل اي شيء لالفت انتباهه، ما لازم عدنان يلاحظ اي غلط بالقصه، فهمتي؟ بعد شوي جاي تنبضها، زبطيها بدي اياهم بكره. تمام، تصبحي على خير. وانت بخير. بصراحه انا ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انتبهي على حالك فيروزه. اهم شيء بكره اقدر فوت على الشركه ويتوافق على الشغل، خلص ما تاكلي هم. ان شاء الله، يلا موفقه. شكرا. التجارب الجديدة بتخلي الإنسان يكتشف شيء جديد. لازم تدوقي هاي، تفضلي. ما عم بقدر ابلعها، ما حبيتها ابدا. اي طيب خلص، المهم لا تستفرغي هون. اذا بتعطيني وقت رح اكلها. شو مبسوط؟ ماني مبسوط لانك ما استمتعتي فيها. مو ناقصني غير ربي ولاد. بكفي بقى. شو أمرت إياس بيك؟ ليش بتتصرف مع الناس بطريقة مو حلوة؟ كان في عندك شي مشكلة وانت وصغير ومو حابب تقول؟ شو مشكلتك؟ احكي لي. انت صاير رجال جريء كتير على فكرة، بس انتبه في فرق كبير بين الكلام الجريء والكلام يلي بيكون وقح، فلا تعيده. صحة وهنا. بدي سيارتي لو سمحت. سيارة إياس بيك، جيبها فورا. الأنسة اللي كانت معي خلي حدا يوصلها عبيتها، وإلا عدنان راح. شكرا لك. تفضل. اهلا وسهلا يا انسة، تفضل. إلا راحوا خلاص. حاضر عدنا. شكرا. انت مو شايف قدامك؟ عدنان بيك؟ لحظة، ما فهمت. ما توقعت انك تفهم. عفوا، اعتذرت شي لاني ما سمعتك. المذنب هو اللي بيعتذر، وانا مو غلطانة. المفروض تعتذري. اوعك تلمسني مرة تانية، احسن ما ندمك. المفروض تعتذر. انت شو اسمك؟ وانت شو دخلك؟ لا تقاومي على الفاضي، خلال دقيقة ممكن أعرف كل شي عنك. تصرفاتك وثقتك الزايدة عن حدها ممكن يكون في ناس بيحبوهم كتير، بس أنا ما بحب هذا الشي. عفوا، بس سؤال، انت أي نوع بتحبي؟ اللي مثلك صعب انه يعرف. با
بالله. أعطيني إياها. تفضل. منعتذر عدنان بك. فيني ساعدك بأي شيء عدنان بك؟ لوين راحت؟ مين يا بيك؟ البنت يلي مرقت من شوي كانت لابسة أسود. ما انتبهت. لكان انت ليش واقف هون؟ ها؟ بعتذر يا بيك بس ما انتبهت. صباح الخير يا أنسة، اجيت مشان طلب التوظيف. طيب معك السي في تبعك؟ هذا هو. ماشي، انت ارتاحي شوي وانا برجع بخبرك. بيان، أنا طالع، بعتي لي تقرير عن هدول الملفات بإيميل. حاضر عدنان بيك، لا تاكل هم. ما عم صدق. إذا بتشتغل هون رح أسحب طلب التوظيف. ولا إلك؟ إذا أنت مقدم على التوظيف الجديد، على الأقل خليني لاقي طريقة أسبك. ألو، تفضل عدنان بيك. في بنت جديدة مقدمة طلب توظيف عنا هون. ومين هي يا بيك؟ لو بعرف مين هي بظن ما كنت سألتك، ما هيك؟ لابسة فستان بيج قصير شوي. آه، اسمها فيروزة أوزوم. حلو، الدراسة؟ دارسة هندسة معمارية. وهي متدربة 3 سنين من قبل كمساعدة مدير مشروع. ومكتوب بالتقييم تبعها منيح. ممتاز، بلوها بالشغل، خليها تجي وتبلش. قبلوكي ولا لا؟ طبعاً قبلوني. ألف مبروك. وافق اللي اشتغل. قالت لي بكرة أول يوم، ومن بكرة رح أحاول لاقي الفيديو اللي بيثبت براءة أبي وأخلص من هالشغلة بأسرع وقت. كل ما كنتي سريعة بيكون أحسن. ما بتعرفي أنت بيكشفوا الحقيقة. لا تخافي، بعجبك. خفية شوي فيروزة بلا ما نتأخر أكتر من هيك. يعطيك العافية. أهلين. صباح الخير، أنا فيروزة. فيروزة أوزون. مبارح قبلوني ورح بلش اليوم. خليني أشوف. من اليوم صار فيك تفوتي من الباب المخصص للموظفين،
ليكو هداك. بس لهذا الباب؟ بالضبط. يعطيك العافية، شكراً لك. الله يعافيك. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور. أنا جديدة هون، فيروزة أوزون. المدراء بالعادة ما بيجوا بكير. عدنان بيك ناطرك بمكتبه يلي بالبيت. ما فهمت. ليك اسمعي لقلك، في شوفير ناطرك عباب الشركة، انزلي لتحت والسيارة رح تاخدك. ما فهمت، بدي يروح على بيته؟ ايه، لأنه عدنان بيك هيك طلب، هو تعبان وبده يمشي شغله من البيت اليوم، وهذا مخطط مركز التسوق يلي بدكن تشتغلوا عليه. صار بأمانتك، انتبهي لأنه عدنان بيك حريص كتير، بلا ما يكون هذا آخر يوم لإلك. وفي داعي ارجع على الشركة؟ لا. عفواً، في أي مشكلة؟ شكراً إلك. العفو. تفضلي تفضلي يا خانم. هاي جايز، صباح الخير. طلعوا شو المفاجأة اللي حضرت لكم ياها اليوم. رح شارككم بتفاصيل المشروب البارد يلي سألتوا عنه. في جواته خيارة واحدة وتفاحة خضرة، ومنحط كمان ليمونة واحدة والنعنع. طبعاً ما مننسى الشاي الأخضر، لا تنسوا تشربوه كل يوم لأنه هيك بساوي. كتير بحبكم، باي باي. رح استفرغ. شو هالقرف هاد؟ وليش أنا آخر حدا سمع بالموضوع؟ ها، وهي شرفت عروستنا الحلوة. صباح الخير. سعد صباحك. رشيل، تعي حلوة. صباح النور. سمعت بشي بس ما صدقته. خلينا نصلح سوء التفاهم مشان يرتاح قلبي. اوف، مصرة انها تصمم فستان العرس لحالها. اه لا، ما في لا سوء تفاهم ولا شي، قراري واضح كتير. هلأ الفكرة حلوة كتير بس ما في وقت. أجلت كل الطلبات يلي بالمصنع ماما، الكل مهتم بفستاني وبلحقوا. ولنفترض إنه ما لحقوا. مستحيل. الأحسن يكون في بداله. بظن قراري واضح وصريح، مو هيك ماما؟ بدي ساوي فستاني على زوقي. هاي الشغلة بتصير لمرة واحدة بعمر الإنسان بنتي، ما بدي إياهم يتأخروا. لا تخافي ماما، أصلاً عندي كتير خيارات غير هاد، رح يكون عندي 3 فساتين. هذا حبيبي إياس، ما بيروح قبل ما يشوفني. يلا بشوفكن. راشيل، تعي معي. يلا 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 تعي. أنا قلت لك ما تحاولي معه، ما هيك؟ شكرا لك. العفو. أهلا وسهلا. صباح الخير، اجيت من الشركة، عدنان بيك طلب انه يشوفني. تفضلي لو سمحتي. استني شوي هون وانا رح خبره فورا انك اجيتي.
لسه لهلأ ما وصلوا كل كروت المعازيم، وما اخترنا أطباق الأكل كمان، وما حجزنا مكان للضيوف يلي رح يناموا هون بعد العرس. لا تواخذيني ماما، انشغلت عن هالتفاصيل لأني كنت مشغولة. هاد أول هيكل لشركة ديميركان، وأول مبنى صممه زوجي. هالهيكل أكبر من عمرك بكتير، ولهالسبب ما فيك تلمسي. عفواً، لازم تعتذري. أصلاً حطيناه هون مشان ينشاف ويلفت الأنظار، وطبعاً ممنوع اللمس. معلش لا تدقق كتير، عن قريب عنا عرس ولهيك هي كتير متوترة. أهلا وسهلا. حضرتك عدنان بيك؟ هيك المفروض. لو بعرف ما كنت اجيت. البنات اللي بعمرك لازم يعرفوا مين أنا. شكلنا نحن ما رح نتفق، وبرأيي ما رح يكون في تفاهم. أنا خليني روح دور على الشغل وانت لاقي غيري. اللي صارت بيناتنا مو عن عبس، لهيك ما رح روح. طبعا هاد اذا انت لسه بدك يعني عدنان بيك. فكر وشوف. فيروزة، انا وظفتك وحطي ببالك انه ممكن تصيري سكرتيرتي الخاصة. عدنان أنا طالع، عندي اجتماع بالشركة وبكمل الشغل هنيك. هالكل هون؟ صباح الخير. شو هالاجتماع هلأ؟ ما كنت حابة أعطاكن. بس حبيت صبح. صباح الخير عدنان. صباح الخير حبيبتي. فيروزة مرشح جديدة للشغل. موفقة. أنا بيسان. تشرفنا. إياس خطيبي. تعا سلم حياتي. شرفت بمعرفتك إياس بيك. فيروزة، حضرتك طلبت المخطط، تفضل جبت لك يا. بدنا نشوفه مع بعض، حابب أعرف رأيك فيه. أنتوا عن شو عم تحكوا؟ عن مشروع التسوق الجديد. وأنا ليش ما بعرف بالموضوع؟ وفريق عملي ما عنده علم كمان؟ وبعدين ليش هالاجتماع عم يصير بالبيت مو بالشركة؟ ممكن تفهموني؟ هذا المشروع بالذات بيخصني لإلي عدنان، فهمت؟ فيروزة أنا بلحقك، فوتي لجوا. حابب قيم المشروع وإلقي نظرة عليه، في مشكلة يعني؟ انت منيحة؟ لو سمحتي ممكن تجيبي لي كاسة مي؟ ايه طبعا طبعا تكرمي.
أنا أخذت مناقصة هالمشروع وما كان في أي مشروع تاني بهداك الوقت. وأنا ما أنكرت نجاحك. أنا مالي بحاجة لواحد مثلك يقيمني. الشيء اللي عم تعمله هلأ غلط. تفضلي. مو بقصدي، مو بقصدي عن جد، ما تواخذيني. ولا يهمك يا خانم، خليني أخذك على غرفة المكتب من شان ترتاحي شوي. تفضلي. ليك عدنان، بغياب فريق عملي انت ما فيك تشتغل مع مهندسة معمارية من جديد متخرجة. انا ما بسمح بهالشي. انا برأيي انك تروق شوي، ما في داعي تتوتر كل هالقد يا روحي. ما بسمح لك بنوب ولا بقبل يصير هيك. البنت اللي حضرتك عم بتقول عنها خريجة جديدة، اشتغلت 3 سنين مساعدة بمشروع. 3 سنين قلت لي؟ اي نعم. متأكد؟ طبعا متأكد، استغربت. ما هالشي ما بيهمني. اذا فريق عملي ماله موجود بهالمشروع أنا مستحيل أقبل بهالشي، مفهوم؟ انتهينا. قول لمساعدتك ترجع المخطط على الشركة. ماشي، اتفقنا. لكن أنا بدي أعمل اجتماع فوراً وهلأ، واضح؟ نزعت مشروعي إياس، خلال ساعة بدي الكل يكونوا موجودين. لا تعصب، خلص اهدى حبيب قلبي. إياس انت هون؟ سيلين شو جابك لهون؟ ما عندك مدرسة؟ انا جبت لها لبيسان قماشات فساتين العرس. لك وين بدك حطهم؟ شو رأيك اخذهم على غرفتكم؟ خديهم. شو انت شو عم تقولي؟ شو القصة بيسان؟ شو يعني؟ شو قصدها؟ ممكن نحكي بهالموضوع بوقت تاني، انت متوتر هلا. بيسان شو قصة الغرفة؟ بصراحة أخي جهز لنا غرفة لإلنا. مستحيل، فهمتي؟ مرحبا، شو الأخبار؟ منيح، هو أنت كيفك؟ منيحة حبيبي. نحن ما عنا مكان نقعد فيه بعد ما نتزوج، ولهيك أخي جهز لنا غرفة. أنا رح لاقي بيت، تركي هالموضوع علي. حبيبي القصة ما بدها تعصيب، لو سمحت تروق. لما أنا بشوفك متضايق هيك بتوترني معك بدون ما أحس. خلاص مالي متوتر، طمني. طيب منيح بدنا نرجع نروح على الشركة لأنه المخطط ماله مزبوط. ندور على بيت بميستاك؟ ما بتفرق معي، مثل ما بدك. جود. نعم يا بيك. وين سيارتي؟ سيارتك بالتصليح إياس بيك، أخذها المعلم فواز لأنه كان نازل الدولاب وبعد شوي بيكون هون، ما رح يطول. آسف ما كنت متوقع أنك رح تطلع بكير. طيب خلص مو مشكلة، فيكن تطلعوا معنا. يلا ماشي. يلا إياس اطلع ورا أنت، فيروزة رح تقعد جنبي. عدنان في موضوع ضروري ولازم نحكي شو فيه. الموضوع؟ ما فينا نتأخر ولا ثانية. يلا ماما صار لشي قولي لي مرفت. لا لا طيب روحوا على الشركة وأنا بلحقكم دغري. سمعت إنه في خبر بده ينزل بالجرايد، تعال روح لبرا بلا ما يسمعونا. بشوفك اليوم المساء أوكي؟ بدي أعرف شو صاير معهم.
أنا بروح لحالي. فيروزة لو سمحتي اطلعي بالسيارة.